افتتح مهرجان شوتون أو مهرجان اللبن والزبادي صباح اليوم الاثنين في منطقة تيبت ذاتية الحكم جنوب غرب الصين، حيث أقام معبد دريبون في مدينة لاسا حاضرة منطقة تيبت مراسم كبيرة لعرض اللوحات البوذية. يعد مهرجان شوتون واحدة من الأعياد التقليدية في منطقة تيبت ذاتية الحكم، ويرجع تاريخه إلى منتصف القرن الحادي عشر الميلادي، وكان نشاطا من الأنشطة الدينية أصلا، ثم تحول إلى عيد شعبي يربط بين عرض اللوحات البوذية والأوبرا التيباتية والثقافات والترفيه والدين. مهرجان شوتون هو العيد الخاص بتناول اللبن والزبادي في اللغه التيباتيه، ويطلق عليه عيد اللبن والزبادي ايضا. وخلال فتره هذا العيد تقام عروض الاوبرا التيباتيه، ويتم عرض اللوحات البوذيه كبيره الحجم. وعلى هذا الاساس يدعى مهرجان شوتون بعيد الاوبرا التيباتيه وعيد عرض اللوحات البوذيه ايضا. ومقارنة بالسنوات الماضية، ألقى مهرجان شوتون هذا العام الفعاليات التي تشمل المنتديات والندوات، كما تم خفض حجم الفعاليات، بينما تم زيادة الرياضات التقليدية المرغوبة لدى الجماهير مثل البلياردو التيباتي.